كشف سري وفاق طارق صالح وحزب الإصلاح، وهذا ما حدث اليوم. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كشف سياسيون وناشطون عن سر الوفاق مؤخرا بين عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد طارق صالح وحزب الإصلاح الإخوان في اليمن. سرب هذا الناشط المؤتمري والضابط السابق في قوات المقاومة الوطنية عادل السياغي كاشفا الارتباط الإخواني بين والد طارق العميد محمد عبد الله صالح المتهم بارتكابه جرائم حرب بحق أبناء الجنوب في عام 1994. وقال السياغي في تغريدة على منصة تويتر معلقا على تدوين للإعلام في الإصلاح أنيس منصور حول محمد عبد الله صالح، حقيقة لأنه كان ينتمي للإخوان في بداية نشاطه دون أن يدري بشهادة ولده طارق في أحد المجالس وواحد من أخواله أيضا. يأتي هذا بعد أن كشف الإعلام الإصلاحي أنيس منصور في تغريدة على منصة تويتر عن تحويل محمد عبد الله صالح مناطق القبيطة وصبيحة إلى معاقل للإصلاح ومساهمته في تجريف الهوية الجنوبية. وقال منصور: للأمانة هذا الرجل كان أكثر شخص محبا للوحدة ولديه بصمات إنسانية وخيرية في مناطق الشريجة كرش، مضيفا: كان ينزل بنفسه ويعقد لقاءات مع مشايخ قبائل الصبيحة والقبيطة وساهم بتحويل محاضن الاشتراكية إلى مدارس قرآن كريم، ولا زال الناس يذكرونه بخير، فهل عرفتموه؟ وهل يسير الأبناء على نهج الأب؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.